متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. جميعنا رأى الموسم المخيب للأمال الذي قدمه برشلونة، وعليه فإن كل التوقعات تصب باتجاه ميركاتو صيفي قوي بقيادة خوان لابورتا، الذي يسعى لتنفيذ وعوده بإحداث تغيير جذري في تشكيلة الكتالونيين الموسم القادم. لابورتا يبدو أنه قرر مواجهة نقص السيولة المالية للتعاقدات بالتركيز على الصفقات المجانية، مع تركيز الجهد المالي نحو صفقة واحدة ضخمة. لذا في فيديو اليوم من قناتكم ميد سبورت سنعرض لكم أقوى 10 صفقات متوقعة لبرشلونة هذا الصيف، 3 منها حسمت رسميا والرابعة في الطريق، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. روبن جوسنس قال تقرير صحفي إسباني أن نادي برشلونة حريص جدا على تعزيز مركز الظهير الأيسر خلال سوق الانتقالات الصيفي، ليكون بديلا لجونيور فيربو المؤكد رحيله، أو لمنافسة جوردي ألبا بعد التقدم الأخير في العمر وبلوغه 32 عاما. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة يضع ظهير أيسر أتلانتا الدولي الألماني روبن جوسنس على أجندته. وأضافت الصحيفة أن المدافع صاحب 26 عاما مطلوب في عدة أندية أوروبية أبرزها مانشستر سيتي، إنتر ميلانو، ويوفنتوس، وإيسي ميلان. يذكر أن جوسنس يلعب مع أتلانتا منذ عام 2017، وخاض مع الفريق 149 مباراة، سجل 27 هدفا وصنع 20، وينتهي عقده في 2022. العقبة الوحيدة أمام الصفقة هي سعر جوسنس الذي كشفت عنه صحيفة سبورت الكتالونية، وقدره 40 مليون يورو، ولكن أتلانتا لا يمنع رحيل الألماني من خلال صفقة تبادلية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي قد يوافق فيها برشلونة على التعاقد مع جوسنس البالغ من العمر 26 عاما، وشارك في 44 مباراة هذا الموسم، سجل 12 هدفا وقدم 8 أسيست. خوسيه لويس غايا يعتبر غايا أيضا من الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر لبرشلونة الموسم المقبل. وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن أنظار ماتيو أليماني المدير الرياضي للبارسا تتجه نحو لاعب فالنسيا من أجل التعاقد معه لقيادة الجهة اليسرى، في حين أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى بدوره لضم الظهير الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. غايا هذا الموسم شارك مع فالنسيا في 34 مباراة، سجل هدفا وصنع 7 في جميع البطولات. إيميرسون أباريسيدو قرر النادي الكتالوني استعادة لاعبه إيميرسون، والذي لعب الموسمين الماضيين مع فريق ريال بيتيس. وأوضحت إذاعة كادينسير الإسبانية أن برشلونة الذي يتقاسم ملكية اللاعب مع بيتيس قرر الاحتفاظ به بشكل نهائي بقيمة تصل إلى 9 ملايين يورو، وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيمن. برشلونة أبلغ بيتيس أن اللاعب سيكون حاضرا مع الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد بعد إنهاء مشاركة مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أمريكا شهر المقبل. إيريك غارسيا ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يستعد للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي، وذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل العقد. وحاول برشلونة التوقيع مع إيريك غارسيا في الصيف الماضي، لكن مانشستر سيتي رفض العرض المالي الذي قدمه البارسا، وقرر الإبقاء عليه لموسم آخر والسماح له بالرحيل مجانا، كون عقده سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إيريك غارسيا سيعود إلى النادي الكتالوني مجددا بعد أن رحل على ماسيا في عام 2016، وسيوقع على عقد يمتد حتى عام 2026. وأضاف التقرير أن برشلونة اتفق مع إيريك غارسيا على جميع البنود التي سيتم وضعها في العقد، لكنه ينتظر انتهاء موسم مانشستر سيتي لكي يعلن التعاقد معه بشكل رسمي. إدواردو كامافينغا
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة دخل السباق من أجل التعاقد مع الجوهرة إدواردو كامافينغا لاعبي رين الفرنسي. جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو التي أكدت أن كامافينغا قرر عدم تجديد عقده مع ناديه والذي ينتهي بحلول الصيف بعد المقبل أي في 2022. الصحيفة الكتالونية أكدت أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما هو أحد اللاعبين المدرجين على قائمة برشلونة كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس. ويعد الدولي الفرنسي كامافينغا أحد أكثر اللاعبين مشاهدة عن كثب في الدوري الفرنسي نظرا لموهبته التي لا مثيل لها مقارنة بلاعبي جيله. وحسب تقارير عديدة فإن اللاعب الفرنسي من أصل كونغولي يثير اهتمام أكبر الفرق في القارة العجوز وعلى رأسهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأيضا تشيلسي ومانشستر يونايتد. جورجينيو فينالدوم. أكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات بأوروبا أن جان كابلت وكيل أعمال الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول توصل لاتفاق مع مسؤولي برشلونة على انتقال نجم الريدز إلى كامب نو في الموسم المقبل. وأعلن ليفربول رسميا رحيل فينالدوم الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وسيشد الرحال إلى ناديه الجديد في صفقة انتقال حر. وحاول برشلونة ضم اللاعب البالغ 30 عاما في الصيف الماضي دون جدوى بسبب مطالب ليفربول والأزمة الاقتصادية. وكتب رومانو عبر حسابه على فيسبوك أن وكيل فينالدوم اجتمع مع إدارة برشلونة في مقر النادي وتوصل لاتفاق بشأن حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن برشلونة سيقدم عقدا لفينالدوم يمتد لمدة 3 مواسم وينتهي في صيف 2024. ومن جانبه أكد وكيل فينالدوم على ترحيب نجم ليفربول بخفض راتبه مع برشلونة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي. ونفى رومانو أن يكون هناك أي اتفاق بين بايرن ميونخ وفينالدوم، حيث أكد أن اللاعب يرغب في التوقيع مع برشلونة. مومفيس ديباي. سبق وارتبط اسم الدولي الهولندي الصيف الماضي بالنادي الكاتالوني، ولكن في النهاية اختار الاستمرار في صفوف ليون لموسم إضافي. صحيفة موندو قالت إن ديباي يشترط استمرار رونالد كومان مدربا للنادي الكاتالوني من أجل الانضمام إلى صفوفه هذا الصيف. وأضاف التقرير أن الهولندي يرتبط مع مواطنه بعلاقة قوية منذ تواجده في المنتخب الهولندي، ويشعر بأن تواجد كومان مدربا سيضمن له مقعدا رسميا بالتشكيل. ديباي تحدث قبل أيام مع الإكيب وأوضح أنه على علم باهتمام برشلونة المستمر منذ مدة، ولكن أكد وجود عروض من أندية أخرى. موندو قالت إن يوفنتوس قدم عرضا ماديا قويا للهولندي يتفوق حتى على ذلك الذي قدمه برشلونة لقلب الهجوم. ولعب ديباي 40 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم وسجل 22 هدفا وصنع 12. سيرجيو أغويرو. كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا أن الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في برشلونة الموسم المقبل، وسيغادر أغويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي. وقال غوارديولا في حديث لبي بي سي: ربما سأكشف سرا، ربما هو قريب من التعاقد مع نادي قلبي مع برشلونة. وتابع: سيلعب مع أفضل لاعب على مر العصور ليونيل ميسي، وإذا صح ذلك سيعود أغويرو إلى إسبانيا بعد أن دفع عن ألواني أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011 قبل أن ينتقل إلى السيتي. جانلويجي دوناروما. أكد تقرير صحفي إيطالي أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات جادة مع الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان في محاولة لضمه بداية من الموسم الجديد، وذلك بناء على اقتراح من موكله رايولا. وينتهي عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد جديد ليعلن ميلان رحيله رسميا وتعاقد مع بديله حارس مرمى ليل الفرنسي مايك ماجنان. وبحسب موقع توتو ميركاتو فإن النادي الكتالوني أعلن استعداده لتلبية المطالب المالية لحارس ميلان ومنحه أكثر من 10 ملايين يورو كراتب سنوي. وأوضح بأن وصول دوناروما سيعني بالتأكيد حدوث مفاجأة كبيرة لعشاق البارسا
تتمثل في رحيل أندريا تير شتيغن حارس برشلونة الأساسي، مشيرا إلى أن الحارس الألماني يجري اتصالات أيضا من أجل العودة إلى ألمانيا، خاصة وأن هناك رغبة ملحة من نادي بروسيا دورتموند للتعاقد معه. وتزكي هذه الأخبار مزاعم تقارير سابقة بأن البارسا قرر تعويض خسائره المادية من خلال بيع الألماني بمبلغ ضخم في الميركاتو الصيفي. إيرلينغ هالاند، برشلونة لا ينظر إلى التعاقد مع هالاند كصفقة ممتازة فقط، بل إن إدارة خوان لابورتا الطرف النرويجي أساس المشروع الرياضي للفريق. لذلك وكما شاهدتم في أغلب الصفقات التي ذكرناها سلفا، إما ستكون مجانية أو بتكاليف قليلة، وبذلك سيسعى برشلونة لتسخير الجزء الأكبر من ميزانية تعاقداته نحو صفقة هالاند، رغم الصعوبات التي ستواجهه في إبرام صفقة بهذا الحجم حاليا. إذ صرح مينو رايولا وكيل وأعمال النجم النرويجي حسب صحيفة آس بأن لدى برشلونة القدرة على التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند رغم الظروف المالية الصعبة، وشدد وكيل هالاند على أن النادي الألماني لا يرغب في بيع اللاعب، ولكنه ترك الباب مفتوحا بقوله: هذا ما قالوه، لهذا علينا الانتظار لمعرفة هل ستستمر هذه الرغبة حتى الأول من سبتمبر. وكشف أنه يفكر في رحيل هالاند على عكس إدارة دورتموند. ويحظى الفتى الذهبي إيرلينغ هالاند البالغ 20 عاما والذي تقدر قيمته السوقية بنحو 110 ملايين يورو باهتمام كبار أندية أوروبا، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع بروسيا دورتموند، والذي سجل له هذا الموسم 41 هدفا في 41 مباراة إضافة ل 12 أسيست، وفي طريقه للفوز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يتصدر بعشرة أهداف، ويعد أوليفي جيرو صاحب 6 أهداف أقرب مطارديه من لاعبي طرفي النهائي تشيلسي وسيتي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.